وصلنا للفقرة الثانية، فقرة بالعقل. والفقرة وانا بتكلم عن الكابتن شوبير واللي قاله والوقفة اللي احنا وقفناها كانت عشان اللي جاي. النهاردة بالعقل هنتكلم عن مين؟ عن الأستاذ هاني شكري المرشح في انتخابات نادي الزمالك. نادي الزمالك، خلي بال حضراتكم، لاني تابعت على مدار الاسبوع اللي فات تصريحاته في موضوعين مهمين ولقيته بيتكلم بالعقل. رجل بيتكلم بالعقل الاستاذ هاني شكري. في الموضوع الاول كان بيتكلم عن حقوق الرعايه، وقال مش اسلام الشاطر اللي قال، الاستاذ هاني شكري المرشح على عضويه مجلس اداره نادي الزمالك. هو ده الكلام اللي يعني والله ما عشان خاطر الاهلي، ولكنها هذه هي الحقيقه. قال ايه الاستاذ هاني؟ قال ان الاهلي رعايته اكبر من نادي الزمالك، لان النادي الاهلي مستقر وبياخد بطولات، وان عدم استقرار ورعايه الزمالك ده راجع للمشاكل الكتير اللي عملها مجلس ادارته السابق، مش اسلام اللي بيقول، في الفترات السابقه، وده اللي بيخلي الرعاه ما تروحش بكثره لنادي الزمالك. الكلام ده كلام احد المرشحين لعضويه مجلس اداره نادي الزمالك. والحقيقه الكلام لما بيكون بالعقل بيكون اسهل واوضح بكتير. لم يكابر بقى وقال لك اشمعنى الاهلي بياخد بطوله، اشمعنى الاهلي بياخد 2 مليار واحنا بناخد 200 300 400 مليون، اشمعنى مش عارف، مفيش، ما مش اشمعنى. الاهلي الاكثر جماهيريه، والاهلي الاكثر استقرارا، والاهلي الاكثر بطولات، الكلام اللي احنا حافظينه ده، الكلام اللي احنا بنحفظه لاولادنا واولادنا بيحفظوه لاولادهم وهكذا. لان هذا هو الواقع اللي احنا بنعيشه. استاذ هاني شكري فكر بعقله واتكلم ببقه فظهرت الحقيقه. فكلام طلع عقلاني ومنطقي. الفكره كده اعتقد انها تكون وصلت وواضحه. النقطه الثانيه، هو اتكلم عن التفاوض مع احد اللاعبين او احد لاعبي نادي الزمالك، والحقيقه برضو اتكلم باحترام شديد. هو هنا كان بيتكلم على احمد فتوح وقال ان اخلاق النادي الاهلي تمنعه. على فكره النادي الاهلي لا يتوانى عن تدعيم فريقه باي لاعب، ولكن زي ما قلت امبارح بالطرق والقنوات الشرعيه للتفاوض وفي الاوقات الرسميه التي يجب على النادي الاهلي ان يتفاوض فيها مع اي حد بالمناسبه، سواء نادي او لاعب. عندما تكون اللوائح هي الاساس، النادي الاهلي لا يخالف اللوائح. لكن هل ده معناه ان انا مش هتفاوض مع حد انا عايزه؟ هتفاوض مع اي حد انا عايزه. انا ما طبعا انا مش بتكلم، انا هنا مش بتكلم على فتوح، انا عشان بس ما حدش يقول لك اصل اسلام قال ان الاهلي ما حصلش الكلام ده، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. انا راجل ما عنديش فكره كبيره عن اللي بيحصل داخل لجنه التعاقدات او لجنه التخطيط في النادي الاهلي يعني. لكن انا هنا بقول واللي انا عارفه ومتاكد منه ان النادي الاهلي لو عايز اي لعيب في العالم، في العالم، وعايز المدرب بتاعه عايزه وعلى حسب امكانياته يقدر يجيبه، واذا كان هذا اللاعب في الوقت اللي فيه يمكن التفاوض قانونا معاه ومع ناديه، النادي الاهلي هيسعى لهذا اللاعب ويجيبه مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور، عشان ما حدش بس يرجع يتكلم في هذا الامر تاني. ولكن عندما يكون الكلام بالعقل يجب ان نلقي الضوء على مثل هذا الكلام، خصوصا الجزئيه الخاصه بالرعايه من كلام الاستاذ هاني شكري. وهو هنا اللي اتكلم ايضا وقال ان اخلاق النادي الاهلي، وبالفعل اخلاق النادي الاهلي، النادي الاهلي احنا اتعلمنا فيه لامور كثيره، اتعلمنا فيه امور كثيره جدا جدا. من هذه الامور انه انا لازم احافظ على نادية لاقصى اقصى درجه، وفي نفس الوقت يجب احترام اللوائح والقوانين الموضحه لكل هذه الامور. حبيت بس ان انا ألقي نظرة هنا وهنا علشان تبقوا حضراتكم عارفين الدنيا ماشية ازاي وإيه اللي بيحصل.